طيب ايه رايك في تاهل كمال المنتخب الاولمبي تحت سن 23 سنه؟ ميكالي مدرب كويس، يمكن في الاول انا ما كنتش شايف ان هو كويس قوي بصراحه يعني، ولكن هو عمل سيستم، موضوع الضغط العالي، موضوع ان هو معاه جهاز كمان وقع رياض، فكره ان وقع رياض يكون موجود وبقاله سنين عنده خبرات في السن ده كمان، دي حاجه مهمه قوي. اتمنى ان وائل وشوقي وسيد معوض وشيف عبد الفضيل واينو وامير عزمي، كل الناس اللي هو جيلنا او اصغر يبقوا مديرين فنيين، بس بالعلم طبعا، ما فيش حد يبقى بالاسم بس، لازم يتعلم وياخد رخص ويبقى كيبل ان هو يملى المكان ده. فاللي احنا شفناه حاجه كويسه قوي. انا كنت متوقع طبعا ان احنا مش هناخد البطوله عشان المغرب، الماتش فنيا احنا كنا كويسين جدا لولا الطرد، لكن اوفرول خلاص اولمبياد باريس ان شاء الله يبقوا دولة نوال للمنتخب اللي وصل كاس عالم باذن الله.